هل سترد طهران على تل أبيب هذه المرة؟ سؤال يطفو على السطح. بالرغم من أن الجيش الإيراني أكد مقتل جنديين اثنين في الهجوم الإسرائيلي، وكذلك أكدت المصادر استهداف مواقع عسكرية إيرانية، ولكن يبدو واضحا من أن الخطاب السياسي وكذلك العسكري وحتى الإعلامي منه قلل من حجم العملية الإسرائيلية. في المقابل أشاد بشكل كبير وسلط الأضواء على عمل المنظومات الدفاعية الإيرانية وتصديها للهجمة الإسرائيلية. الخارجية الإيرانية أدانت التصعيد الإسرائيلي، وفي ذات الوقت أكدت حقها باستخدام كافة إمكانياتها في الحفاظ والدفاع عن أمنها ومصالح البلاد. كل هذه المواقف تقرأ بعيون المراقبين وكذلك العارفين بالسياسة الإيرانية أن طهران في المرحلة المقبلة على أقل تقدير لا تسعى إلى تصعيد مضاد، ولكن ربما ستبقي لهجة الرد على إسرائيل قائمة إن لم تدخل في دائرة الحسابات العسكرية والأمنية والسياسية، ربما تقف عند حدود الحرب النفسية بين الجانبين، وكذلك ربما قد تكون هناك تطورات إقليمية تلعب دورا في احتمالية إيجاد متغيرات في المواقف الإيرانية. أما طهران وعلى صعيد مواطنيها وعلى الصعيد المدني فهي التي استيقظت فجرا على أصوات انفجارات هزتها شمالا وشرقا وغربا وجنوبا. تبدو الحياة فيها الآن على طبيعتها، وكذلك بعد أن عادت حركة المطارات وحركة العمل ودوائرها إلى طبيعتها بشكل تام. اقتصاديا يبدو واضحا أن مؤشرات البورصة الإيرانية تعافت بشكل طفيف عما كانت عليه في الأيام الماضية التي كانت تترقب عملية عسكرية إسرائيلية تصعيدية. كذلك العملة الإيرانية شهدت تحسنا طفيفا. التلفزيون العربي.